نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة المقطع الصوتي الذي تم تداوله بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها من جانبها أكدت وزارة الصحة أنه بناء على التعامل الصحي مع النازحين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب كما ان معدل الاصابه بالدارن في دول النازحين طبقا لتقديرات منظمه الصحه العالميه هي نسبه في حدود المتوسطات العالميه للاصابه